सबसे पहले मैंने हरम अलग की गई इमाम शेख सऊद इब्न इब्राहिम मशहूर के अंदाज पढ़ने की कोशिश कर सकता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والشمس وضحاها والقمر إذا دلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالضحاها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مسجد نبوی میں رہے ہیں
شيخ محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. أخي من شاء الله اس وقت بڑے امام شیخ عبد الرحمن السدیسی صاحب میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اور ان کی تکبیرات اور مؤذن کی تکبیرات کے ساتھ انشاءاللہ الحمد لله رب الله أكبر الله